صارت طلع من تيشات المواطنين في تيشات، والتحية ليهم وهم أخواننا، أصدروا قرار في هذا القرار بأنه الحكومة هي تلتزم. بس الصوت ما واضح، الصوت ما واضح، الصوت أصلا ما عندنا شيء، لكن شيء نزرع حقنا نهرب منا ولا منا ودول قال لي بيشوفوا وقال لنا هزرقوا بزريبة ما قال نخلوا فاكر برغم أنه في ناس يجوا. الصوت ما واضح، أوريكم إنه الكلام اللي قالوا شنو. قالوا يا الحكومة السوداء، حكومة التشادية تحمينا، يا نحمي نفسنا بنفسنا. السيناريو اللي حصل لأخواننا في دارفور ده ما يحصل لنا نحن على الإطلاق وما بنقبله. تحياتنا، تحية لتشاد يا أختي بلادي، وركزوا كويس يا دارفورين يا تشاديين كويس. الحكومة هناك لومك عليه، أنا بديك الزيت عديل زي ما قال أبو رهب، بديك الزيت. موضوع بتاع التشكيل بتاع الحكومة ولغط ده موضوع مفروغ منه، موضوع مفروغ منه. يعني آين ده نحن يا جماعة، نحن ناقصين من الحزب البعث العربي الاشتراكي، نحن ناقصين من الحزب البعث العربي الاشتراكي. هو حزب البعث العربي الاشتراكي ده في 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 العراق نفى، في العراق نفى، ما في أكراد. صدام حسين ده ذاته لو ما عنده، لو زول ما عنده مخ، يعني 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 في أكراد؟ كيف تقول الحزب البعث العربي الاشتراكي؟ وجدي صالح هو عربي، وجدي صالح من النوبيين، يعني يا ماحس يا سكوتي يا حلفاوي يا دنقلاوي، وقال حزب البعث العربي. انا ابشرك، ابشرك الشغله دي فالصو. نرجع المركز شويه بعد ذاك شنو؟ اين 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 ودي صالح بقول شنو؟ اين 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 الرمة ده بقول. نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي نقول عهدنا للشعب السوداني ده، عهدنا والله وطالله وبشرف البعث العظيم، نحن ما حنتراجع على الاطلاق، وسنواجه هذا الانقلاب حتى ولو واجهناه وحدنا حتى نسقطه، ونجعل للشعب السوداني الحق في ان يقيم هذه السلطه المدنيه التي تمناها وتطلع اليها. ما في زول بيرهب ليه وبعث، مش لاننا اشجع من الشعب السوداني. اسمع، نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي نقول اول قال حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب البعث العربي الاشتراكي اول حاجه نحن ما عرب يا اخوي. انا اشوف فهر وربطك وين هذا، انت ذاتك نوباوي عليك دينك ده. انا ما قلت لك هؤلاء المستعربين اشد تعصبا واشد قساوه واشد بطشا واشد قتلا من العرب انفسهم، يعني بس جدلا وتنزلا كده. لو في سوداني كده قال انا عربي، لا عربي كده يعني مين قام كده؟ ناس امه وحبوبته وحبوبه حبوبته قال له انت عربي، ذاك مشينا له. لكن في زول نوباوي يعني ما حسي وسكوتي وحلفاوي ودنقلاوي وبصاولي دي النوبة وعندهم نقط أم. بالله عليك، بالله عليك، بالله عليك كده سعادتك، بالله كده بيقول أنا حزب البعث العربي الاشتراكي؟ الله يطلع روحك زاد، نمشي قدام. طيب عشان حميدتي برضو، عشان أنا جايك يا حميدتي، أرقد لي أرقد عشان ما تموت، جايك أنا، جايك يا حميدتي، بس اصبر لي. طاهر إيلا وصل برصدان وكلكم عارفين، فقام في واحد كده ابو جنيفيد، ابو جنيفيد كده ما تم ابو جنفوت، فقام قال لك طاهر إيلا لازم يترشح على رأس الجمهورية. وطاهر إيلا عنده امر قبضي، امر قبضي قديم كده، انا قال 2019 ياخذ الامر قبضي بتاع طاهر إيلا. انا ما اعرف ليه ما قبضه، ده الامر قبضي يعني شغل مخطوم، يعني شغل مؤسس، يعني شغل ما ساكت. أقفنا وسأناي نفتح لكم أهو ده أمري قبضي. طيب نجيب طاهر إيلا، وينه اسمه هنا طاهر إيلا؟ طيب في البحر الأحمر يا هدى، والنيابة بتاع البحر الأحمر، شايف ولاية البحر الأحمر، أوكي بورصدان. طيب نجيب طاهر إيلا، وين اسمه؟ اسمه وينه يا هدى؟ محمد طاهر إيلا، يا شايفينه؟ شايفينه شغل مؤسس. ها 2019، ها كويس 16/2/2019، شايفين يا هدى الامر قبضي حقه. ليه ما قبضوه؟ ليه ما قبضوه؟ ده امر قبضي، ده امر قبضي يا زول، ده انا جايبه من بيتنا، ده جايبه من سوق الخضار. لا كده يا رجال، الله في واحد يقول لي ده مزور كمان، ها ناس عم يشير. طيب في واحد ابو جنيفيد كده تابع لطاهر إيلا كويس، فقال شنو اسمه قال شنو هنا؟ هو يا جماعه اللايف ده ما في زول يطلع منه يا جماعه، ناس عم يشير قفلوه عن فين يا جماعه. الليله في شغل ثقيل، الليله في جليد جد، الليله في جليد، الليلة في جليد تقيل. طيب
تعال اقبضه. قال له تعال اقبضه. يا زول هوي طايريلا ده مع واحد كوس ونتيم بس، يعني انت ما تقدر تحمله يعني مع واحد وكوس وعفن ونتيم بس زيه زي تري يعني شنو انت مالك خام منك بالخلا برضه. انت ما توعى يا زول. طيب ابى يفتح معي هنا، ابى يفتح معي هنا. الله الدواء. طيب الله الدواء. طيب خليك معي، خليك معي. الليله في سخانه شويه، انا ما اعرف الحاصل شنو، انا قافل الشباك شويه. طيب خليك معي، خليك معي. نمشي كردفان ونرجع نعمل كامباك. موضوع بتاع دارفور ده يا جماعه انتهينا منه، انتهينا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. شقرة الحبر الجوز الجيل ادم بابيك احمد. اولا عندنا زراعة طينية، ووجدنا البهائم الموجودة حاليا موجودة دي داخل الزراعة بأسيادة. أول من شافونا تهرب جرو فيهم، بعد جهز لنا سلاح ومعانا مدير شرطة الحمر المحطة، والحمد لله عندنا قوات معانا موجودة عناصر كده كانوا معانا لحد ما استلمنا البهائم، واتصلنا على ناس الحماية. ناس الحماية الحمد لله قابلونا في الرجيلة. ديل عندهم برضو زراعة وخشوا لهم شنو جوا زراعته، وانا في كردفان. تحياتنا لهم. الفيديو طويل انا ما ادري اجركم، وموضوع بتاع السلاح وما التسليح وبتاع ولوك لوك لوك كثير انا ما ادري اغوض الليله فيه كثير. شكرت اخواننا التشاديين، تشاد يا اختي بلادي، لكن كمان نديكم من الطرائف كده، نديكم زي ما قالوا من الشعر كده بيت. ها نديكم كده من الشعر بيت، بعد ذاك نرجع شنو نخبتهم للجماعه دي كده، ها ندقهم دقدخهم كده ونطلع من اللايف. الليله انا ما اقدر اطول في اللايف كثير، لكن بس في قبال ما التلفون ده طبعا لما اللايف يمشي زي ساعه كده بعد ذاك التلفون بقيف، يعني لو قدرت تجيب مكالمه صوتيه لو قدرت تجيب فيديو بيرفض، ما حتسمع الناس كده تكتب لك الصوت الصوت. وابشركم قلت لك التلفون جاي، يعني لومك علي يعني جاي من الشركه جديد ننجر، تقنيته عاليه جدا تمام. فعموما يا زول الشغله ماشيه، لكن انا اديكم كده من حاجات حاجه كده من الطرائف كده، انا ما ادري الليله ذاته اجركم كثير كده، عرفتوا كلامي؟ يا جيانكو قال لك يا جماعه جيبوا لي جيانكو هنا كده طافيو شلوت كده لك دينك واي مالك جيانكو. انا احنا اللي عرفناه، تعرفوا جيانكو يا جماعه؟ الناشط جيانكو في زول بعرفه يا جماعه؟ عبد الرؤوف في زول بعرفه؟ اكتبوا لي يا جماعه. الليله عمل عمليه اقسم بالله نجار في الخشب ما عمل، دايرين نجغموا كده بوجاله كده، دايرين نشوف الفحم بتاع الزول ده والشيل مركب في راسه شنو، دايرين نشوف فحم ذاته شنو والشيل مركب له في راسه شنو، والدير يوصل لشنو ذاته. اول حاجه، اول حاجه يا جايين كويه قبال اجيب الفيديو حقك، اول حاجه انت كذاب ومنافق ودجال وحقير وما قاعد تدافع عن حقوق المراه. المراه امنا واختنا وحبوبتنا وخالتنا وزوجتنا، لو ما المرأة احنا ما كان جينا في الحياة دي. ده نقطة حس تهت هنا ان احنا مؤظمين المرأة في اللايف ده. ما قلنا تشات يا اخو بلادي، قلنا تشات يا اختي بلادي. وبنلبس بنطلون وقميص وكاكي وبدل، بنجي بنثبت للناس ان احنا رجال كويس، وبعد ذاك نجي شنو؟ بنجي نتكلم، والمرأة مرأة والرجل رجل. ندافع عن حقوقها هي، ونحن لابسين شفتها لابسين زي الرجولي ده كويس. حسي نحن كاتبين تهت هنا يا اختي بلادي، ده معناته رفع على المراه ولا 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 وطينا المراه؟ بالله عليك كده اسوبيا يا اختي بلادي، ده تعظيما للمراه ولا للرجل؟ ليه ما كتبنا تشات يا اخو بلادي او اسوبيا يا اخو بلادي؟ من الله خلقك في زول بقول لك يا اخو بلادي؟ ها بقول لك يا ود امي ولا ما كده؟ يا اختي، ها يا خالتي، ها دوت خالتي صح؟ ود عمي دي كده ذاته ثقيله كده في الخشم صح؟ صح؟ كويس. شوفوا جويم كويس قال شنو الناس تعمل شير يا جماعه، والله زول ده الليله الليله زول ده جابها وارمه، والله جابها وارمه مره واحده، وقال داري دافع عن حقوق المراه. الله الله جاب باقي زول. أعوذ بالله من الذكور الإرهابين، باسم الميارن والكنداتات. يا أيتها المرأة أنت حر
حرة ولست عبدة ولا ناقصة عقل أو دين، لأنك ولدت كما ولد الرجل، أفلا تتحررين؟ إن أردت أن تكوني مسلمة فكوني، وإن أردت أن تكوني كافرة فكوني، وإن أردت أن تكوني مسيحية فكوني، وإن أردت أن تكوني ملحدة فكوني، ولكن لا تقبلي أن تكوني عبدا. المرأة هي المدرسة وهي كل شيء، المرأة هي المدرسة وهي كل شيء، وما من إنسان إلا ولدته امرأة. يا أيتها الكنداك العظيمة، لا تصدق الذين قالوا إن أكثر أهل النار هن نساء، وكأن الله عدو النساء. وأما في الميراث ستأخذين نصيب الرجل وليس نصف نصيب الرجل، وأما في الشهادة فأنت متساوية للرجل. أنا درى أنا بطلع ولا يمكن لأي رجل. أنا درى أطلع ده ما شغل يعني، لكن بس شنو كويس بعد لابس هنا بفوق للركبة وبتاع والوسخة البناية بيصلي. يعني هو يصلي ليه؟ ما قال لو المرأة دير تقي ملحدة عقي ولا دير تقي كافرة عقي يصلي ليه؟ طيب دقيقة. أن يتزوجك وأنت في التاسعة من العمر أو قبل المحيض، حتى إذا كان رسولا، ولا يجوز لزوجك أن ينام معك بالقوة، ولا يجوز اغتصاب الأسيرات. يا أيها العالمين، احترموا النساء لأنهن سبب وجودكم بعد الله. الكنداك الشريفة، الميرم الشريفة، كنداك أبي، ميرم أبي، كنداك تولي، ميرم تولي. تولي بتاعت حبوبتك تدخل اللغة بتاع الفور هنا جنو في صلاتك وفي وسخك وفي عفانتك ده، ها؟ قال لي طلوا لا لا بس خلاص كده خلاص انتهيت منه. عليك دينك عليك الله ده ابن عارف. انت عارف انا ده اقول لك حاجه، اول حاجه دول ده ومش هو براو في كميه زي ده معاه، والزول ده والمعاو عليك دينكم. بس ارجو ورا شويه كده، ارجو زمان ابوط واسهري ونميري وبتاع. طبعا ما حاكمنا هناك الاحزاب الكرتونيه دي، لكن برضو الاحزاب